السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم مشاهدي ومستمعي قناة الريان، وصباح عطر بتهاني وتبارك عيد الفطر المبارك، عساكم من عوادة ومثل ما ازدانت بالأمس أجواءنا وسمانا بتكبيرات العيد وبروح الفرح من بعد تقديم الطاعات، الله يتقبلها منا ومنكم. هل صباحنا لليوم بأسمى المشاعر وألطفها، واللي ما زالت تتهني وتبارك بهذا العيد السعيد، كل عام وانتم بخير وينعاد عليكم كل سنة وكل حول إن شاء الله باليمن والبركات، وعساكم من عايدين العيد. صباح الخير يا نيلة. صباح النور. عيدك مبارك. عيدك مبارك يا شايعة، وعساكم عايدين إن شاء الله. عساكم عايدين. شلون عيدك أمس؟ لا الحمد لله تمام. أنت شلون كان عيدك؟ لا الحمد لله، دامنا في زيارات الأهل وكل هالأمور، الحمد لله الأمور بخير. الحمد لله. وأيضا بعد نرحب بضيفتنا الفنانة لينا، عيدك مبارك، شو أخبارك؟ كل عام وأنتم بخير، عساكم من عودة. الحمد لله، الله يسلمك. شلون كان العيد معك امس؟ الحمد لله قضيتي بوناسه. اي الحمد لله. مع زيارات اكيد. زيارات الاهل. الله يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه وكل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك مشاهدينا، وايضا ندعوكم نحن انكم تتابعونا على الفيسبوك وتويتر هاشتاج برنامج صباح العيد، وما تنسون تتابعون سناب شات الريان اللي راح نسجل لكم فيه كواليس الحلقات اللي ما راح تشوفونها امام الكاميرا. وطبعا العيد هو ما بين الماضي والحاضر، عيدنا دائما فرحة، عيدنا دائما نستقبل فيه كل التهاني كل الفرح والتواصل وصلة الرحم، فخلونا نبتدي في حوارنا مع فنانتنا التشكيلية لينا عبد الله العالي، وطبعا راح نتحدث عن أول شيء خلينا نتحدث عن العيد وكيف ألوان العيد معك، بما أنك فنانة تشكيلية أكيد نظرتك للعيد وللألوان وللفرح مختلفة. الألوان نعتبر من الأشياء اللي تعبر عن الحالة النفسية، فأعتقد أن حق العيد راح نختار الألوان اللي تشكلها بهجة وسرور، مثل الألوان الأخضر الفاتح والأصفر اللي كلها تدل على المشاعر إيش؟ الفرح. عندك الأخضر الفاتح والأصفر من الألوان اللي تدل أيوة على الفرح. أبيض الفواتح يعني درجاتها. نعم. وهذه الألوان انعكست عليك في ملابسك في العيد؟ ولو بنتكلم بعد لينا عن بهجة الأطفال وفرحهم بالعيد، وأيضا من خلال رسمهم وتعابيرهم، شنو تقولينا أنت كفنانة؟ الأطفال وايد يملون حبهم للرسم، يعني يا من صغره يحب يبتدي يشخبط، لأنه هو يعتبر أول شيء أول عبارة لهم أنهم يتكلمون. ثاني خطوة لهم اللي هو إيش؟ الرسم. الرسم هو اللي يعبرون عن اللي ما يقدرون يقولونه بالكلام، في كلمات شوي صعبة عليهم فبالرسم يعبرون فيه، فهو بالتعبير بهالمساحة وكتلة الورقة اللي قدامهم، سواء تعبيرها بالألوان حتى لو شخبطة بسيطة يعبر فيه عن الأم، حبه للأم ولا حبه للأبو، وحتى ييها الياها بعد ما يرسم الرسمة فرحان يروي الأم والأبو الرسمة أنه يعني شوفوا رسمتي. بس احنا الابهات والامهات ناخذ الرسمه ونحللها، لا يحب الام، لا يحب الابو اكبر اكثر، ناخذها من ناحيه سيكولوجيه، بس احنا لازم ناخذها لا، ان هاي طفل عبر عما بداخله عن في الرسم. نعم. هذه رساله احنا نوجهها لولي الامر، انه فعلا لا تنظر للرسمه على انها شخبطه، هي اكيد تعبر عن حاجه، لكن بما انك تتكلمين عن الاطفال وان بدايه طفولتهم دائما فيها شخبطه، انت كانت طفولتك اكيد فيها هالحب للالوان للرسم، فكلمينا عن بداياتك الفنيه كيف كانت؟ هل من وانت طفله ولا اكتشفتيها شوي خلينا نقول بعد ما دخلتي المدرسه؟ لا احنا انا من صغري كلنا احنا نحب الرسم. وايد كنت شاطره في ماده الفنيه، دائما دفتري هاي دفتر الرسم، الكراسه الرسم العاديه يمزعون دفتر خاص تم فاضي بس الغلاف. نميت الموهبه انك ندخل على ايامنا، يعني ما كان الا في المرسم الحر. بس هاي نهايه فقط، وكانت تنمي يعني من واحد من يعني فقط المعلمه اللي هي تنمي لك المهاره، مو مثل الحين يعني في وايد مراكز وايد اماكن تشجع على الرسم للطلاب. وحلو بعد شو اللي جذبك في الرسم؟ الالوان مثلا؟ لا هو اللي يعني طلع الطاقه اللي في الواحد عشان قاعد يرسم، يعني تطلعين الطاقه وتعبرين عن المشاعر اللي موجوده فيك من خلال الرسم، من خلال رسوماتك. ما عندك رسومات نقول او نقول يعني معرض قريب راح يكون في العيد او بعد العيد؟
لا أنا توني خلصت معرض 17 أبريل. ما شاء الله. كان معرض زهوف كتارة. كان كله يعبر عن الورد. حلو. أهم شيء الورد. ليش اخترت الورد؟ ولا كان هاي هو الموضوع اللي مثلا مطلوب؟ لا 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 مو مطلوب، لا حرية الفنان اختيار أي موضوع. حلو. أنا أحب الورد. وحتى سميت المعرض زهو لأنه يعبر عن الكبرياء والفخر. لأن الوردة بما معناها لا تطلب سقي الماء. هي الماء الرد يرويها. أحب أعبر الورد سواء طبيعي لين تجريدي، فلي كذا أسلوب في الورد، مو شرط يكون واقعي واقعي. كم لوحة شاركتي في المعرض؟ 20 لوحة. ما شاء الله 20 لوحة. ما شاء الله. وكم لوحة حصلتي عليها استجابة قوية من الجمهور؟ يعني حوالي، خلينا نقول يعني في لوحات مميزة جذبت الجمهور أكثر. ما تقدرين تحددين يعني عدد معين، لأن كل واحد ذوقه، كل واحد نظرته. يمكن أنت تعجبك لوحة زميلتك جنبها ما يعجبها. فبس كلهم كانوا اللي شهدوا لي عليه إن الألوان واجد ذبتهم. حلو. اللي يعني حلو. في المعرض بشكل عام يعني عبرت عن الورد فيه بصح بالألوان. كل لوحة ألوانها مختلفة. نعم، راح نكمل حوارنا معاك فنانتنا لينا، لكن مشاهدينا في أيام العيد تتجدد التهاني والتبركات بهاليوم وبهالمناسبة، خلونا نتابع المشاعر الطيبة في عيد الفطر. أهني حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، وإلى حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى نائب الأمير الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، وإلى سعادة معالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر، والله يعود علينا وعليهم بالأمن والأمان إن شاء الله والصحة والعافية. أحب أهني صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والشعب القطري الكريم بمناسبة عيد الفطر المبارك، كل عام وأنتم بألف خير. نتقدم بأسماء التهاني والتبركات إلى صاحب السمو أمير البلاد المفدى تميم بن حمد آل ثاني، وإلى أمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، والله يعيد علينا إن شاء الله وحن طيبين وبخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتقدم بأسماء التهاني والتبركات على حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، وحضرة صاحب السمو الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بمناسبة حلول عيد الفطر الكريم، وهني الشعب القطري كافة. عايد على حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وعلى أهلنا وإخواننا المسلمين. كل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك. أتقدم بحر التهاني والتبريكات إلى الأمير تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله ورعاه، وإلى الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه، وإلى الشعب كافة بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك. نعود لكم مشاهدينا، حياكم الله من جديد معنا، وأكيد نرجع لحديثنا مع فنانتنا التشكيلية. وكنا نتحدث عن لوحاتك الأخيرة اللي شاركتي فيها بالمعرض، شنو أكثر الألوان اللي استخدمتيها؟ ما استخدمت لون واحد، استخدمت كذا لون. كذا لون. أي. ما ركزتي على لون؟ ما ركزت على لون واحد. طيب شو اللي يميز لوحات لينا؟ الورد. بشكل عام، لا بشكل عام شو اللي يميز لوحاتك؟ فيها انطباع، يعني كل لوحة فيها انطباع، ما مو بواقعي أنا جدا، يعني من واقعي لين طباعي، فتحسين حتى تحسين لوحة فيها كذا طبقة لما أنا رسمت الوردة عليها. ممتاز. ممتاز. يعني يمكن بعد الفنانين التشكيليين هم أفهم من الجمهور لوحاتك أكثر، يعني أنا أتوقع بعد الجمهور يحاول قد ما يقدر إنه يفهم بعض اللوحات التشكيلية، لكن كيف ممكن مثلا أنا خلينا نقول حابة للفن وأطلع على اللوحات، كيف ممكن فعلا أتجاوب مع اللوحة؟ يعني اللوحة كيف ممكن أفهم تعبيرها؟ تجذبك بدون ما ت بالجد النظرة. نقول من النظرة هي اللي تجذب، يمكن اللون أو بعد الألوان، صح؟ الألوان هي اللي تجذبك، ويمكن مثل ما قلتي هي روح الفنان
أو اللي يبي يوصل له هو راح يرسمه على هذه يعني اللوحة. لا شعوري أنتي تروحين لي عند اللوحة وتوقفين عندها تقعدين تطالعينها وأنتي ساكتة. حلو شفتي؟ شوفي شلون يعني. لو بنتكلم بعد يعني لو مثلا الحين عندي أنا الطفل في البيت وحاب إنه يرسم. في مراكز تساعد طبعا نفس ما ذكرتي ان هناك مراكز عديده يقدرون يساعدون الطفل انه ينمي مهارته. انت كفنانه لينا شو تقولين حق اولياء الامور انهم يشجعون الطفل؟ انا معلمه معلمه فنون بصريه. بالنسبه لي كمعلمه موهوبات ماسكتهم يعني مشتغله عليهم السنه كنت خليتهم يرسمون قصص. للاسف ما حصلت جهه تدعمني ان انا اصدر هالقصص. يعني رسموا لي قصص 7 صفحات قصص شعبية ويعني الحمد لله أنا أظهرت لهم موهبتهم. المشاركة في المسابقات اللي تينا من الوزارة من المجلس كلهم دائما يعني نشارك فيها والحمد لله أنا نحصل فعل فيها على الفوز. فيعتبر هاي إنجاز لي لما الطالبة تفوز. طبعا طبعا إحنا على فكرة يعني اليوم إن شاء الله جايبين لك أطفال وللمشاهدين عشان تبدين معاهم متعلمينهم أسس أو الأسس الأولى للرسم. إن شاء الله راح يشوفون المشاهدين معنا إن شاء الله بإذن الله. يعني في حال إن فعلا وجود الأطفال في البيت اللي ودهم يلونون ودهم يشاركون، أنا كولي أمر لو مثلا خلينا نقول لو أنا ما دخلتهم مركز بس كيف أساعدهم إنهم في المنزل ينمون هذه الهواية؟ في دفاتر التلوين أساسية إن الواحد يتعلم منها عشان ما يطلع من الخط بتهني. في مواقع حتى بالايباد تقدر تنزل الرسومات اللي هي عاجبة تتعلم. حلو. في البيت يعني بدل ما هو يطالع الايباد طول اليوم على اشياء فيديوهات يقدر يطالع هالفيديوهات يستفيد منها. صحيح. طريقه صحيح. الرسم نفسها والادوات طبعا اشتري لها هذه ادوات بسيطه قلم رصاص الوان فايبر كاستل جدا بسيطه ما يحتاج ذاك الالوان الغاليه. يعني عموما اغلب الاطفال يحبون التلوين يحبون الرسم ويعبرون بعد عن مشاعرهم يعني الاطفال ما قبل المدرسه يعني مرحله الروضه افضل لهم الوان شمعيه حتى حق مسكه اليد. اما الاطفال اللي في مرحله ابتدائيه من اول هاي انا افضلهم الالوان الخشبيه او الالوان المائيه اللي شويتي عريضه عشان يعني الطفل يقدر يلون فيها بمساحه ومرتاح يعني يختلف. وهل يعني نشوف ان هناك اختلاف من وجهة نظرك انت كفنانة ومدرسة بين رسمة الولد والبنت خصوصا الخطوط والالوان التعبير؟ لا والله الموهوبين موهوبين سواء بنت ولا ولد يعني ما في شيء يميزهم. لا لا ما في شيء. الموهبة هي اللي دليلنا في فنانين او ريايل فنانين تشكيلات حريم يعني صح ما في فرق. لا يعني من خلال الرسم ما لا كل طفل يعبر عن اللي داخله بطريقته. حلو انه يعني يمكن تتفاجئين مرات ان الاولاد شي تلوينهم. لا وتحسين بعد يعني من خلال ممارسته وحبه للرسم والفن والتلوين تحسين حتى هو صغير يتعلم لين يكبر ويتذكر حتى الرسومات اللي كان يرسمها. وفي ان شاء الله يعني فنانين يحتفظون ايضا برسوماتهم من هم صغار. صحيح صحيح. على فكره يعني احنا في برنامج عصريه في رمضان كنا ندعو الفنانين انهم يشاركونا بلوحاتهم. يمكن هذه بعد من اللوحات اللي الفنان مسعود راشد وطبعا تحدثنا معه لكن يعني مثلا جذبنا في لوحات الفنان مسعود مثلا هني الطبيعه واحنا نتكلم عن طبيعه اهل قطر يحبون الكشتات. هني يبين ان مسعود راشد وخاصه انا ارتحت لهذه اللوحه لانها لونين يعني في الاسود والليل. هاي جدا رائعه واحيي الفنان مسعود من الفنانين جدا مميزين في اسلوبهم. شارك معنا في مشروع المترو في الرسم في جداريه كبيره رسمها على لوحه كبيره رسوماته صراحه جدا رائعه مميزة. يعني انا والله ما امدحها من وراء امدحها وراه قدامه. انا اطلعت على لوحاته جدا رائعه وفيها تحسين ان نعم في بعض الفنانين عندهم شيء مميز. نعم صح. عندهم شيء مميز عندهم هذا الابداع اللي ممكن يظهرونه على اللوحه. نعم احنا شيعه طبعا نشكر ماي فير على انها قدمت لنا فاله العيد يعطيها العافيه صاحبه مشروع ماي فير والالوان الالوان احنا اليوم نتكلم عن الالوان خصوصا يعني اندماج الالوان وطبيعه الالوان داخل فاله العيد هي تجذب الشخص انه ياكل وتجذب اليهال اكثر خاصه اذا في سندويشات ملونه اهم شيء
عموما مشاهدينا احنا متواصلين معاكم في صباح العيد، واكيد تابعونا ونذكركم بارقام التواصل اذا ودكم تهنون احبابكم على 4-1-8-1 بالاضافه الى هاشتاج برنامج صباح العيد. ولا تنسون طبعا متابعه سناب الريان دوت تي في. راح نطلع معاكم فاصل قصير ونرجع لكم. غني على الليواني، غني على الليواني، غني على الليواني.
رجعنا حق مشاهدينا يا شايعة من بعد الأغنية الجميلة اللي شفناها. وخلونا حين مشاهدينا طبعا نرحب بضيفتنا اللي انضمت لنا الوالدة أم فاطمة. يا هلا فيك أم وعيدك مبارك. يا هلا ومرحبا مبارك عساكم من هون. شلون عيدت؟ الحمد لله عيدنا مبارك. الله يبارك. قضيتي مع العيال؟ الحمد لله. الحمد لله. الله يخليك لهم ان شاء الله. امين ان شاء الله. يما احنا شفنا طبعا بعد ما رجعنا من الفصل مع مشاهدين الأغنية القديمة هي العايدة وهي بالأبيض والأسود، أكيد لها ذكريات عندك. لازم لها ذكريات. شن هي الذكريات؟ ذكريات حلوة مثل ما شفتوا الحين وانتم شايفينها وتعرفونها. أكيد. الحين لو يعني شا أقول أول أكثر شوي يعني الحين ما هو يعني به قصور في هذا تدريب العيال عليها. أي نعم. لكن يعني الشوق كان أكثر حتى فرحة العيد. غير. هما غير يعني في زماننا. نعم. مع أننا الحمد لله الحين التوسع أكثر والخير أكثر والنعمة الحمد لله الله يدوم علينا وعليكم. آمين إن شاء الله. لها أيامها ولها بعد بهجتها ولها فرحتها ترددها. يعني إحنا كنا أمس حتى نتكلم عن العيد واليهال وتجهيزات وكذا، يمكن ما أدري على أيامكم تختلف تجهيزات العيد عن الحين؟ شلون كنتوا تجهزون تبرزون حق العيد؟ والله بالاختلاف كانت البساطة الوقت أبسط. أي صادق. ما كانت الحمد لله بهذه الرفاهية اللي الحين الله يتم علينا عليكم. آمين. نحسب متى بنقوم حق يصبح الصبح حق العيد هذا حق ليلة العيد. والتجهيزات كانت بسيطة، الخياط في البيت ما في اختيارات، ما فيها الحين ودي عيالك السوق وخيريهم من مكان لمكان. الأهل يخيطون والبنات يلبسون من ولد ومن بنت. وحلو مش حلاته. وين تروحون كنتوا صباح العيد؟ اي حدث ولا حرج. يعني كنتوا كلكم تتجمعون؟ اي يوم احنا كنا صغار يعني على ايامنا وايام عيالنا بعد. اي نعم. ما يندرى كم فريق كنا ندور حتى نجمع العيديه. وكنتوا طبعا اكيد كلكم بفرحه وبهجه وتتجمعون بعد ما تجمعون العيديات. انت يجمع والحمد لله نصبح الصبح من البيت على ما قال البنت والولد كلنا يركض من بيت لبيت. العيد حلو يدشون انت تعطين وانا اعطي تظهر من عندك تروح حق بنتي شايع حق غيره وغيره ويقعد وكلنا يتمارى كم حصل. صحيح. صحيح. والحمد لله رب العالمين اللي يقدر يعطيه يعطيهم عطيته بسيطة واللي ما يقدر تفضلوا يا عيالي تفاولوا وخلصوا لا صاحبكم انتم عطيتونا ولا فلوس ولا ما اول البيبان مفتوحه البيبان مفتوحة. واللي بعد ما عنده زود حتى من فاله العيد يقعد لنا الاهالي يتفاولون ويروحون الحمد لله ما صاحوا يبون فلوس الحين كان عطيتي الخمس ما سدته زعل يقول الحين العيدية بميات الحمد لله خير رب العالمين الحمد لله رب العالمين. نروح حق فنانتنا لينا. لينا يعني شلون تشوفين بين الرسم وخصوصا العيد بين قبل والحين؟ الرسم؟ اكيد رسمتي او خلينا نقول الفن التشكيلي بشكل عام يعني دائما فيه يحتوي على تراثنا وتعبير عن التراث عن العيد عن المناسبات. رسمتي هذه اللوحات المناسبات التراثيه؟ لوحات تراثيه نرسمها بس هالمناسبات احنا نرسمها يعني نطلبها من الطلاب اكثر كمعلمه انا اطلبها. حلو. عبري عن فرحتك في العيد عبري عنها. شلون يعبرون؟ شو الرسومات اللي تحتوي او الرموز اللي تحتوي رسوماتهم تعبر عن العيد؟ انا اخلي الموضوع تعبيري اللي هو يرسمون فيه اشخاص يعبرون يعني مثل بنات فرحانين لابسين فساتين جديده هم يختارون وين المكان اللي يبي يكونون فيه في حديقة الحين الخيارات مفتوحة وايد كيف كتعرف أي مكان صحيح. وتعبر أهم شيء بأنها بفستانها الجديد اللي لابستها. حلو. وفنانتنا طبعا أنت وعدتنا أنك راح ترسمين لنا من خلال الحين في البرنامج طول الوقت صباح العيد صح؟ تفضلين ترسمين لنا؟ وخل المشاهدين يشوفون تعبيرك ورسوماتك. راح أرسم إن شاء الله شيء عن الورد إن شاء الله. أنا أحب الورد إن شاء الله. والورد مالي الاستديو عندنا أو المكان عندنا لأن له علاقة بالعيد. تفضلي.
نكمل حديثنا مع الوالدين فاطمة. قولي لي يما الحين في العيد ايش جهزتوا من اكلات شعبيه؟ كل خير الله يسلمك. عيد رمضان يسمونه يعني عيد فاله العيد رمضان عاده بارده هذه، لكن عيد الحج هي اللي فاله يعني الحاره الساخنه اللي كلها على ما قلت. عيد رمضان من رهش من حلوى، هذا في السابق يعني الحلوى والرهش والزلابيه هذا اللي كان متوفر الناس، قواطي العناناس على قواطي الخوخ على قواطي الخرائل لازم هذا اكيد شيء اساسي ما بيحلى منه على ما قال، لا شوكه ولا سكين، كلن ياخذ بيدياته وياكل وحلاه ما بيحلى منه على ما قال. في السابق يمك كان نسوي غدا العيد وفوالت العيد في نفس الوقت، يعني ياكلون الغداء من وهل اي الغداء يعني الغداء نقوم له من الساعه 3 الفجر قبل الفجر ان شاء الله. طبعا عيش ولحم اكيد ذبائح ذبائح نقوم له يكون لنا على مقال مذبوح وبارز، يبدي الطبخ من الساعه 3 من الليل، هذه عن بيتنا وعن يعني عادات اهلنا. يعني يصبح الصبح السفره ممدوده الفاله، هو فاله وهي ريوق العيد والعيش واللحم محطوط، ايونك يعيدون المهل يظلوا من صلاه العيد ويوجبون من الاكبر الى وهم نازلين الله يبارك فيهم. اللي يشتهي الغداء يتغدى واللي ما يشتهي الغداء على ما قال ياكل من فاله العيد توكل على الله. هذه فاله العيد اللي في عيد رمضان. اما عيد الحج لا، عيد الحج يصبحون يسوون الهريس يسوون هذاك الهريس وعصيد الخبيص هذه يسوونها، هذا يسمونها فاله ساخنه هذه فاله عيد الاضحى عنها الاشكال. واللحم واللي هذا الطباخ لا ينطبخ ما بعد ذبح الضحايا. زين يما الحين انت قلتي مساعة تحطون الحلوى والرهش، زين طعم الحلوى والرهش الحين تغير عليك ولا نفسه؟ لا والله لا وايد الحين صار احسن بعد. صار احسن؟ إيه النكهات يعني تغير. لا النكهات الحين صارت احسن وغيره لا ولا ماي ورد زعفران وهيل. لكن الحين بعد اذا في نكهات الالوان مكسرات ما كانت توجد حبيبتي الحين وش نادر انك تلقين يعني حلوى مزينه ببيضان ولا مزينه بشيء. الحين الحمد لله المكسرات من كل نوع. اللهم لك الحمد. ثانيا حبيبتي الالوان بعد الصبغات تختلف الحين، حلوى خضراء حلوى حمراء. نعم صح يما. والرهش الحين بعد مفنن مقطع. الله يعطيكم الصحة والعافية. مشاهدينا بعد في يوم العيد تتجدد التهاني والتبركات بهاليوم وبهالمناسبة طبعا في هالإطار راح نتابع بعد تهاني ومشاعر الطيبة في عيد الفطر. أتقدم بأحر التهاني والتبركات إلى سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني وللشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بحلول العيد المبارك وللشعب القطري. أحب أهني صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والشعب القطري الكريم والشعب العربي، وأتمنى إن شاء الله أن يعني كل سنة يعود علينا رمضان بالسلام إن شاء الله والعيد، وأتمنى أن تكون الدول العربية كلها في أمن وسلام. أرفع آية التهاني وتبركات إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وللوالد حمد بن خليفة آل ثاني وللشعب القطري الكريم، وكل سنة وهم طيبين إن شاء الله. أهني الأمير تميم بن حمد آل ثاني والأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني ونائب الأمير عبد الله بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء والشعب القطري الكريم. أقدم تهنية إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وإلى سمو الأمير الوالد وسمو نائب الأمير ورئيس مجلس الوزراء بحلول عيد الفطر المبارك، كل عام وأنتم بخير. نعايد سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد وسيدي سمو الأمير الوالد الله يحفظه سمو الأمير الوالد سمو الشيخ حمد بن خليفة والشعب القطري كامل بمناسبة العيد عيد الفطر المبارك، ونقول إن شاء الله انقطر إن شاء الله من سنة إلى سنة في تطور وفي أمان، والله يحفظنا ويحفظ شعوب المسلمين إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. عيد الله عليكم مبارك، إن شاء الله ينعاد علينا بالخير والصحة والعافية. كل عام وأنتم بخير، كل عام الشعب القطري والسعودي والخليجي عامة، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، كل عام وأنتم بخير.
أرفع أسماء التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وإلى الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى الشعب القطري، وإلى المقيمين، وأقول كل عام وأنتم بألف خير، والله عيد علينا كل سنة وأنتم صحة وسلامة. حبيت أعايد على صاحب السمو الأمير الشيخ تميم بن حمد الله يطول في عمره، والأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الله يطول في عمره، وللوالدة والوالد الله يطول في أعمارهم، والشعب القطري والمقيم على أرض الطيبة هذه. كل عام وانتم بخير، وكل عام والأمير الشيخ تميم بخير، والأمير الوالد والشعب القطري إن شاء الله كل عام يكون بأمن وأمان إن شاء الله. أتقدم بأسماء التهاني والتبريكات إلى سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد، وإلى سمو الأمير الوالد بمناسبة عيد الفطر، وإلى الشعب القطري الكريم، وإلى كل مقيم على هذه البلد الطيبة. هني الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وسمو الأمير الوالد ونائب الأمير والشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء بمناسبة العيد السعيد، أدام الله علينا وعلى الشعب القطري الكريم. السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وانتم بخير، تقبل طاعتكم، والله يعيد علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير والأمان والإيمان إن شاء الله، جزاكم الله خير. كل عام وأنتم بخير، ينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية، وعيد مبارك للجميع وبالتوفيق. أقدم تحية وتهنئة لسمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني والوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وكل عام وأنتم بخير والشعب القطري بخير. نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وإلى الوالد وللأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى الشعب القطري كافة، وإلى المقيمين على هذه الأرض الطيبة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وكل عام وأنتم بخير. شفنا طبعا التهاني والتبريكات، وايضا فرحه العيد. طبعا العيد تختلف سواء كانت عند الكبير او عند الصغير، وايضا مشاهدينا قاعدين نشوف فنانتنا لينا قاعده تعبر لنا عن مشاعرها وحبها برسمها للورد. وشوفي الالوان اللي استخدمتها، يعني قالت الوان العيد دائما حلوه كذي، الاخضر والاصفر، فتحسين اللوحه مشرقه باللونين. ونعود معاكم، طبعا تابعوا انتم معنا لوحة فنانتنا، لكن خلونا نعود مع أم فاطمة، وحياة الله معنا يا أم فاطمة، ويا هلا ومرحبا بك. وكنا نتكلم عن العيد وعن أكل العيد وعن زيارات العيد. قولي لي ما ذيك الأيام، يعني الزيارات طبعا في بيوت بعيدة وفي بيوت الأهل بعضهم قريبة، لكن كيف كانت زياراتكم؟ يعني كنتوا مثلا من صباح العيد تزورون، ولا تزورون ثاني يوم، ولا يعني أول يوم تستقبلون مثلاً الناس الجيران الضيوف؟ كيف كانت الزيارات ذيك الأيام عندكم؟ والله حبيبتي كانت الصبح صبحية العيد هي مخصصة للرجال، إيه؟ حق الرجال يتزاورون، إيه؟ على مفاد من بعد العصر تبي زيارة الحريم، إلا كان الجيران القراب يونس من وهل ويدشوا، ولكن هم ليش؟ على أساس بعد أنتي في بيتك غدا صادقة، إيه؟ أنا ما طبخت، انت طبختي في بيتك، اي نعم، فهم جيرانك اللي حواليك على مقال منهم يعايدون عليك ترفع لهم الغداء، ومنهم على مقال ياكلون هالنعمه هذه اللي موجوده، اللي فيها 100 بركه، اي نعم. هذا صبحيه العيد. من بعد الظهر مثل اليوم الثاني على مقال مرتن كبيره ولا غيره، في السابق يوم الرجال حتى لو الرجل يمشي على عكاز، اللي هو على عكاز، ولا كانت المواصلات مثل هالحين صادق، نعم. الناس اللي على مقال عنده سيارة عنده سيارة، واللي ما عنده سيارة يمشي على رينا، ترى المشي حتى لو مسافات يمشون مسافات طويلة يمشون، ما شاء الله الله يعطيك، ايه حلوة. فتلقينا الرجال يتعنون للنسوان، مثلا ما المكانات البعيدة هذه، ما هو بناته ولا مثلا أخته، ايه؟ عمته، ايه؟ لها مثلا وحدة على مقال ما تقدر تجيه، هو يتعنى لها حتى لو ما يقدرون يوجبونها صلاة الرحم، اي يوجبونها يتعنون لها ويزورونها ويعيدون عليها. كان من الدوحة لين أم صلال مسافة، تحسب مسافة، تحسب مسافة، تحسب مسافة. يعني أنا أتذكر اللي ظهرنا الضحى من اللي بنزور يعني أهلنا ولا بنزور بناتنا ولا بنزور حد، ظهرنا الصبح هذا ما يصير إن إحنا نرجع، إحنا بنقيل وبنتغدى وبنصلي العصر، وعقب صلاة العصر بنرد، وإحنا في سيارة، ها، إيه نعم، وبعد على مشي طويل الطريق. الحين الحمد لله
قام مضيف التحل أنت وصلت المكان عادي يعني ما توسعت الشوارع والغير قال لك النظر بنروح الخور لا بنبات بنروح عاد هذا ما بيت فيها كان بنتعدى من شوي كل ما نبعد شوي لا بنروح والله باكر بنروح ترى بنزور هلالي اي صح أنا. صح ولا بتطلعون من اول الصبح لا بعد ما نرد لا من تعدى الخور لا بعد حتى مصول بعض أنا يعني خلاص بعيد ما تقولون بعضهم لا عند بناتهم عند عيالهم عند غيره رايحين عند اهلهم يعني ما عند ولا في غرابه بيني وبينك الانسان ما والله هذا نحن نستحي وهذه المكان غريب ولا البيت غريب لا عادي الناس النفوس القلوب واحده صح اي القلوب واحده النفوس واحده عادي يعني كلها اهل كلها يعني ما حسبت انت جارتي لا والله الحين انا استحي جارتي اروح لها بدون استئذان الحين فينا من يقدر يروح يزور بلا مواعيد الحين كلها مواعيد كلها مواعيد شغلة والناس هي مواعيد كلها انشغال هل احنا نلقاهم ولا ما شغلتهم بعد صحيح. الدنيا وضيفهم وارزاقهم شغلهم صادق اول عادي حبيبتي انت دشيتي انت لاهية انت غيره دشيت جارتك بعد كان في شيء في بيتك يبي قضيان قضته ما بيتي لقيتي شغلتك بارز اي نعم صادق هي ما تحاتين شيء لا والله هذا 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 الاول في عيد وغير عيد يعني لكن الله يعطيك العافيه والله سوالفك معانا حلوه احنا بنكملها معك بنطلع فاصل قصير مع مشاهدينا وبنكمل سوالف الاول وبعد بعد الفاصل راح اكون انا في المطبخ راح اعد حق مشاهدينا شيء خفيف ان شاء الله نشوفه معاكم في الأعياد حبتنا تكثر الأفراح ومع الأفراح نروح لأيام أول الأيام الحلوة أيام أمهاتنا نفتكر دزة العرس ونستعيد هذه الذكريات في فقرة مجالسنا اللي قدمتها لنا أختي حصة السويدي في شهر رمضان مستمرة معنا في العيد ونشوف التقرير مع حصة مرحبا فيكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام واحنا اليوم معاكم في موضوع جديد واللي بنتكلم عنه عن عادة من عادات الزواج قديما في قطر طبعا هذه العادة تخص الشق أو الجانب النسائي في احتفاليات الزواج مثل ما نعرف ان احتفاليات الزواج تمر في مراحل معينة مثلا هناك في فترة خطوبة في مثلا العروس تتحنى في هذه الفترة وتروح يودونها بيت أهلها في أيضا من هذه العادات عندنا ليلة الدزة هذه الليلة بتفاصيلها بنتكلم عنها مع الوالدة أم عبد الرحمن يا هلا ومرحبا فيك الوالدة يا هلا يا مرحبا الله يسلمك الوالدة بالنسبة لليلة الدزة أول شيء يعني شن هي هذه الليلة أو شن هي الدزة بسم الله الرحمن الرحيم الدزة تتكون هي تخص العروس
واللي يجيبها المعرس. نعم. يجيبها المعرس. يعني ملزوم بها هل ملزوم بها المعرس. يقدمونها. إيه نعم. ملزوم بها المعرس وكل اللي في الدزة يخص العروس وأهل العروس. طيب إيش تحتوي عليه هذه الدزة؟ يعني إن هي تقدم من المعرس للعروس. تحتوي أول شيء أغراض المطبخ. نعم. من عيش وسكر وأناناس وعناصناص وخوخ. وماي ورد وزبيب وليمون وعيش ودهن الموشة يعني. مالت المطبخ كلها ايوه. وانت بعد ناس وبعد الغنم يبون خرفان هاي تخص وتخص. والجزء الثاني يخص العروس حلو. لان العروس الاول ما تروح مجهزه هسه اهل المعرس هم اللي يجهزونها. شنو من اغراض العروس؟ دراريعها، ثياب النشل، الملافع، العطرات، الدفدور، الكريم، الشامبو. نعم. الشراشف، انت بكرامة النعل، كل نعم. الاشياء اللي تخص العبايات، كل الاشياء اللي تخصها يجيبونها حق العروس. طيب يعني الوالدة ليو الحين نقول هذه ليلة الدزة، توقيتها متى تحدد يعني من توقيت ليلة العرس نفسها؟ توقيتها اذا كان مثلا العرس يوم الخميس. نعم. يوم الثلاثاء يفلون الدزة بيت أهل المعرس. نعم. يفلون الدزة في بيتهم ولا في بيت هالعروس؟ بيت أهل المعرس. أهل المعرس. تقوم أم المعرس وتعزم الأصدقاء والحبايب والجيران وتعزمهم وتقول لهم تفضلوا. معناته من كلامك مقطع كلامك إلا بالخير العروس ما تكون موجودة. لا 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 ما تكون. الحين إحنا نتكلم عن الدزة في بيت أهل المعرس. نعم. تعزم جيرانها وحبايبها وأهلها تقول لهم تفضلوا شوفوا دزة ولدي. عدل. اي وتفلها هني عندهم وتعرض لهم. اول ما تعرض تعرض الذهب. نعم. هذه عاد هني استعراض يعني تشوفون شايبين. شايبين وهذه الشرايين وهذه يعرضون الذهب يعني حتى المهر بعد يحطونه ويشوفونه. نعم. يعرضون الذهب، يعرضون ملابس العروس كلها. أي. يعرضون الملافع، العبايات، الطوايق واللي بيونها. نعم. كل واحدة تجي معها عنية. حلو. يا طاقة شنو هذه العينية؟ يا طاقة ملافع. حلو. يا طاقة دراريع، يا طاقة ثياب ناشي يعني ثياب حسب مقدورة. كل حسب مقدورة. في بعضهم يقول بعد الحيل، بعضهم يقول لهم قهوة. نعم. يعني كل حسب مقدورة وما شاء الله تتكون. إذا هي شوي زادت من العنيات اللي يبوها لها أهل هاي ربعها. ربعها. عاد عقب يشيلون هذه الدزة. أي. كلها ويطلعون على بيت العروس. أول كانوا يحطون ثياب العروس في بقش. في بقش. ويحطونهم على روسهم ويودونهم مشي. أي. ويدرون بها على الفريج كله ويعرفون لين يوصلون بيت العروس. لين يوصلون بيت العروس. الكل يعرف ان هذه دزه بيت فلان. فلان بن فلان رايحه بيت العروس. بيت العروس. أي. نعم. عقب ما تطورنا شوي قاموا يحملونها في سيايير. اي تطلع في صناديق. تطلع في صناديق كبار ويحطوا لشط لان الطوايق وهذه كلها في صناديق. نعم. سياره واحده خاصه حق الطقاقات. حلو. يعني تطلع بزفه بعد بزفه. اي تطلع بزفه. إيه؟ سياره خاصه حق الطقاقات. نعم. والسيارة اللي وراها يحطون سياره فيها العيش، سياره فيها السكر، سياره فيها الدزه، سياره فيها الغنم، يحطونه ويمشون ويدورون على الفريج كله بالهرانة لين يوصلون بيت العروس. اي ويبتدون ينزلون هذه الدزه. ويكون بعد هل العروس يكون عندهم بعد معازيمهم وحبايبهم وعيالهم. اي وتعزم تكون ام المعرس. أيه؟ ام العروس عازمه ربعها. ربعها تفضلوا على دزه بنتي تعالي طافي لها اليوم عندك. نعم. ويجون يشوفونها. طيب هني انا يمكن برجع حق سؤالي مره ثانيه. العروس. أيه؟ ما تكون موجوده وقت لا 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 ممكن نخش العروس تنخش قبل العرس باسبوع باسبوعين ما تبين خلاص ما تطلع. طيب الوالده الحين هالايام في ايامنا هذه وعلى سلامتكم نشوف ان ليله الدزه يعني يحيونها بعد هالقطر ولا ايش رايك؟ اي قام يحيونها باشياء البسيطه. صحيح. مثل بساطتها مثل الاول. يعني يستنسون مثل الدرج الشو. انا في خاطري اسوي انا في خاطري اسوي حق فلانة دزه. اي أيوة يعني ببساطته ويعني ببساطه ما الاول تبي. أيوة. مثل ما الاول. وانت ايش رايك ناويه تسوينها حق العيد؟ اي والله ان شاء الله ان الله يحيون ان شاء الله والله يعني هذه العاده يعني صراحه هي صراحه حلوة ليله وايد حلوه جدا بسيطه. صحيح. اي نعم بسيطه وحلوه يعني. يعطيك العافيه الوالده ام عبد الرحمن. الله يسلمك. شرفتينا في فقره مجالس. الله يسلمك. ومنكم انتم صراحه نحصل هذه المعلومات اللي تثرينا عن ايام وانتم تذكرونا بالايام الاول. حبيبتي الله يسلمك يعطيك العافية. يا هلا يا مرحبا. وكنا معاكم في فقرة مجالس مشاهدينا واستعرضنا اليوم وتكلمنا عن ليلة الدزة. إن شاء الله في موضوع جديد في فقرة جديدة. شفنا مع بعض زميلتنا حصة السويدي مع أم عبد الرحمن الله يعطيهم الصحة والعافية عن ليلة الدزة. يما
شفنا مع حصة ومع عبد الرحمن ليلة الدزة، شلون كانت قبل؟ كلمت مع عبد الرحمن الدزة تنحط من كل حاجة، المطبخ بروحه، حتى من حالة الكبريت في المطبخ الحطب على مقال، حتى الغاز كانوا يحطونه لأنه ينطبخ على حطب، هذا المطبخ من عيش من التموين كامل من عيشهم من شكرهم من هاي شيء يبونه، هذا 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 من جهة المطبخ. من جهة الدزة للثياب للحريم وللرجال، يحسمون الحريم يحسمون الرجال، حتى البشوت حق الرجال يحطونها الثياب البشوت، الله يعز منكم، حتى لو وزرها يحطونها حق الرياييل يحسبونهم، هذا حق ابوها واخوانها عمومات اللي عندها، هذا محسوب كلن على مقدرته وعلى ما قال كل، وفيها يسمونها عانيه. اي نعم، يعزمون تعزم ام الولد اليوم بتفل دزة ولدها، ايوه كل وتعزم جيرانها وكل اللي انت تجيبين اللي تقدرين عليه وبنتي الثانيه تجيب اللي تقدرين عليه وانا اجيب اللي عليه، كل اللي يبون يحطون مفلونه يون الجيران يحطونها ويفلونها في البيت تدخلها بالبيت، وكل اللي يبون يبون كل نقطه، هذه جابتن كسوه وهذه جابتن على ما قال لي، ولحد مقدوره حطت في ايديها اللي هي حق عينيته، وهذه الدز يشلونها من بيت المعرس نهارها في نفس اليوم وتروح بيت العروس، بعد ام العروس بعد كذلك تعزم عيون البلاط، عاد يتفرجون اللي من جهه العروس يتفرجون، ما في شيء مساعده، المساعده حق العريس المعرس هذا، هذه ليله الدز، هذه الدز وهذا زمان. نعم يما انا راح اخليك مع شايعه تكملين حوارك، وبروح مع المشاهدين اراويهم طبخه بسيطه راح اسويها لهم. الله يواليك العافيه. مجهزت لنا نيلة، مجهزت لهم اليوم كيك. كيك يلا. الله يعطيك العافيه. الله يعافيكم. طبعا ان راح اشوف مع المشاهدين واراويهم الكيك. احنا نتكلم عن ايام اول الدزه، على شنو كانت دزه العروس؟ خلي المطبخ، دزة العروس على شنو كانت تحتوي؟ ملابس من الثياب. تساويها ولا ملابس مفصلة؟ تساويها. أيه؟ لأن الأول العروس ما تخيط. أيه؟ ولا يخيطون أهلها، يأخذون القياس. أيه؟ وتخيط أم المعرس، هل المعرس يخيطون حق العروس، يجهزون لها من ثيابها من غيرها. أيه؟ ويبونها مخيط وبالس، هذا شيء مخصوص للعروس مخيط. أيه؟ والقطع الثانية على للجسام، من تساوي من طاقة من شيء، هذه حق الجسام، هذه يبونها يجسمونها، عقب أم العروس تقعد تجسم على جيرانها وعلى أهلها وعلى جماعتها، هذا هذا دزة العروس. والذهب شلون عنا؟ الذهب على حسب مقدرة الناس، كل اللي يحط اللي يقدره، ما في تكلفة ولا في غيره، وأغلب الناس يعني نادر تسمعين الواحدة تقول أحد يقول لك والله دزت بقاصرة. أي يستحون الناس. اي صادق. اي يستحون. أي هم يزيدونها. هل العروس هم يزيدونها. أي مثل اذا ناقصهم شيء. اي ناقصهم شيء هم يزيدونها. حتى لو انه مثلا نقصهم ذهب ولا مو بنقصهم، ما يفعينهم، ما يفعينهم. خذوا ذهبهم اللي عندهم وحطوا يماله قدام الناس. اي وراوه الناس. يزن طبعهم لو. اي شافوه الناس دفع الله البلاء عنهم، ما قصروا، جزاهم الله خير، بيض الله وجههم. احمد وشكره وكل شكر وباركه ودعوا لهم بالخير على ما قال. اي نعم. وراح عاد عقب حبوا يهدونا بناتهم يهدونا، ما حبوا يهدونا بنت، كل اخذ ذهباته وردها، المهم انهم قدام الناس بيض الله وجه انسباهم. هذا 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 دزتهم، والمهر على قدهم. على قدهم. على قدهم. إيه نعم. الحمد لله رب العالمين. ومش واللي احسن من المهر واحسن من غيره على ما قال الجمعه الحلوه. صادقة. والناس الطيبين على ما قال المناسبة الطيبة، لأن الناس يوم تجي يقول حط بنتك في مرفعة وحط ولدك في مشبعة، حط بنتك نعم. في مرفعة وحط ولدك في مشبعة. مشبعة. ما هو بتحط إن ولدك ما هو بيعان علشان إنك تتبي له الشبع تشبع. نعم. معناته. فهي معناتك لأنك أنت راح تخاطب حق ولدك، بتدور على ما قال النسب الطيب. صحيح. بتدور النسب الطيب. صحيح. الناس الطيبين اللي ما تسمع عنهم سيرتهم طيبة كما منهم طيب بتجوز، عشان ما تقعد تسوي بين يصير بينك وبين الناس مشاكل. اي نعم. ولا غيره. تبي حياة سعيدة. صحيح. حق الاثنين تبي حياة سعيدة، هذا اللي يخاف عنهم عيونهم شبعانة.
ماخذين ولدك بيناسبونك علشان مالك. صحيح. بيناسبونك علشان ستر حالهم، عشانك انت بتستر على بنتهم، انت بتحشمها، انت بتكرمها، ما بتهينها، ما بتعطيهم ولدك يهينها. نعم. نعم. هذا هي. والولد وعلى ما قال هذا من طرف البنت ومن طرف الولد على ما قال نفس العملية. نفس الشيء. نفس نعم. الله يعطيهم العافية. اليوم ما حد يعني من استوت الدنيا ما حد يجوع. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. يما خلينا نروح حق نايلة نشوفها ايش بتسوي. عاد بتسوي لنا كيك هالايام مو بالكيك مال اول. ننتقل عند نايلة. يلا يا نايلة. طبعا مشاهدينا انا نفس ما قلت لكم قالت لكم زميلتي شاي اني راح اسوي اليوم كيك هالايام. الكيك شيء أساسي في فالة العيد وأكيد الكل يحب يسوي الكيك. أنا يعني أكلتي المفضلة هي الكيك وأحب أسوي الكيك الصغار. ليش؟ لأنه يجذب، أشوف أنه يجذب الناس أكثر من الكيك اللي نسويها في القالب. فخلوني أبدأ معاكم. اخترت لكم اليوم كيكة طبعاً الفانيليا اللي يحب يسوي هناك في طبعاً أنواع من الكيك اللي هو كيك البرتقال، كيك الشوكولاتة، كيكة الفانيليا. هذه الكمية البسيطة اللي بحط فيها الكيك ولازم نضيف معاه 3 بيضات. أكسر الحين البيض. وتشوفون بعد إن المقادير موجودة هني عندي. راح أزين فيها التوت اللي حاب طبعاً يزين فيه الكب كيك، وراح أزين فيه بعض من نقول تزيين الكيك من هالأشياء الملونة اللي حبيتها وهي اللي تجذب. يعني من خلال تجربتي أني سويت الكيكة وضفت لها التزيين فحسيت أنه يجذب الشخص ويخليه يصد يأكل ويذوق الكيك. الحين راح اخلط الكيك، بس قبل لا اخلطه لازم اضيف ماي. وراح اضيف بعد شويه دهن. في ناس يحبون دائما يعني يستخدمون الخلاط، انا احب استخدم امسكه بيدي المضرب انا اسميه الصراحه، واحب اني اخلطه بيدي. عشان ليش؟ انا اعرف هل الكميه اللي انا حطيتها مثلا كميه الدهن كميه الماي مناسبه ولا لا. وطريقة الكيك سهلة، ويعني لو الواحد يقدر انه طبعا يحطها انه يسويها في البيت من بدال ان نقول الحين نروح وناخذ كيك، لا نقدر نسويها في البيت، ترى ما تاخذ وقت خصوصا هالايام يعني كل شيء متوفر الحمد لله. راح شوي بس اني افتح الجهاز بس عشان يصير حار عشان يكون لنا جاهز عشان نقدر نسوي الكيك. راح اضيف ملتزين الكيك عشان ازين فيه الكيك. كل واحدة ترى تقدر تسوي على الكمية اللي هي حابة تحط فيه. يعني مثلا انا اخترت شيء بسيط احطه عشان يعطي نكهة حق كيكة الفانيليا. نشوف شوية محتاج شوية ماي. هل اللي سهل حق البنات خصوصا هم يعني اللي يحبون الكيك انه يقدرون اذا يستخدمون بيدهم يعرفون اللي يعني ناقص، هل احتاج لماي، هل احتاج مثلا ازيد عليها دهن بسيط. بس امسك الماكينة يبيلها شوية حر. تكون خلطتنا جاهزة، بس ناطرين شوي تحر الماكينة علشان
نبدا نسوي الكب كيك، واللي يحبون الكب كيك طبعا. بدأت تصير حارة. قبل احب انه يعني بعد انه لازم قبل لا نحط الكيك سواء كان في القالب الكبير او الصغير لازم نضيف لها شوية دهن. الحين بنبدأ نحطه. في أشكال مختلفة حق الكب كيك، سواء حبيتي تكون يعني ثقيلة خفيفة، وبعد إن تكون كبيرة صغيرة على حسب الشخص، سواء حاب إن تكون ميني أو الحجم المتوسط. الجهاز يمكن ياخذ منا عشان نقول ان نسوي الكيك يبي له تقريبا 5 إلى 6 دقائق عشان نشوف الكيك، ولازم نكون طبعا دقيقين وموجودين جنب الكيك عشان نعرف هل استوى ولا لا. اما اذا حطيناه داخل الفرن تقريبا يبي له من 10 الى 15 دقيقة. راح نخلي الكيك طبعا شوي بعد عشان يستوي. راح نسكره، راح نسكره على ما يستوي لنا طبعا ويكون جاهز لنا الكب كيك اللي طبعا نفس ما قلت لكم انه نقدر نحضره من خلال دقائق بسيطه. نسوي الطريقة اللي هي نحط 3 بيضات والكيك اللي احنا حابينه. أنا اخترت اليوم كيكة الفانيليا وزينت لكم إياها في الملون وحطيت شوية ماي وشوية دهن. مشاهدينا خلوني أروح معاكم لفاصل قصير وأرجع أكمل معاكم طبعا الكيك. Thank you.
علينا مباركين وسعيدي عيدي علينا مباركين وسعيدي حياكم الله من جديد مشاهدينا. وخلال طبعا الفاصل خلصوا معنا الكب كيك. راح نزين بس لكم كم واحدة لأن طبعا أنا سويت من قبل الصبح طبعا وحلو تقديم الكب كيك يكون فريش إن تقدمينه فريش بيطلع أحلى وبيكون لذيذ تاكلينه على طول مستوي. راح بس ازين لكم ثنتين لان نفس ما تشوفون هني هذا الشكل الاخير. تقدرون مثلا اللي يعني طبعا يمكن البعض ما يحب التوت يقدر طبعا يحط النكهه اللي هو حابها سواء كان كافي او فراوله فيقدر هو اللي يحب. هذه الأشكال طبعاً النهائية اللي شفناها. أنا زينت البعض والبعض خليته لك خليته يعني يمكن في البعض منهم ما يحب يأكله مع التوت. تقدرين تقدمينه بطريقة مختلفة هذا الكب كيك نفس ما تشوفونه مشاهدينا. وفقرة طبعا الكيك خلصت خلوني اروح الحين حق شايعة وضيفاتنا. الله يعطيك العافية نيلة. الله يعافيك. عد احنا قلنا حق الوالدة كيك الاول، كيك الاول اللي هو العقيلي. صح. احنا الحين الكيك الجديد اللي فانيليا واللي برتقال واللي شوكلت واللي الكيكات المتنوعة طبعا. راح نواصل حوارنا مع ايضا ضيفتنا الفنانه التشكيليه لينا العالي. انهت لنا اللوحه وراح تشوفونها ان شاء الله. ونواصل حوارنا مع ايضا ام فاطمه اللي تكلمنا عن سوالف الاول والعيد الاول وفرحه الاول وكل شيء حلو في الاول. واكيد راح طبعا احنا مثل ما قلنا انه راح يكون معنا اطفال، عندنا اطفالنا وحبايبنا الحلوين اللي لابسين ملابس العيد راح يكونون معنا انا والفنانه لينا وراح تعلمهم اللي هي خلينا نقول اصول الرسم وخطوطه من البدايه. يلا اخليت طبعا انا راح ادعي بعد على طاري الاطفال راح ادعي المشاهدين لمول الخليج الساعه 3 العصر المشاركة في برنامج يا العايدو طوال أيام العيد. أخليك الحين تروحين طبعا مع فنانتنا لينا تعلم الأطفال فنون الرسم وانت كملي الحوار مع أم فاطمة إن شاء الله بإذن الله. خلينا نروح للعيال ونشوف ما شاء الله عليهم بناتنا إيش حالاتهم إيش ديهم. السلام عليكم بنات، عيدكم مبارك. شو ردون شو ردون يعني عساكم من العايدين. قولي عساكم من العايدين. عساكم من العايدين. ايوه شو اسمك انت؟ لولوة زايد. يا هلا يا لولوة. روينا شوف يدك لابسه ذهب ملون. الله حلو حلو اللي لابسته. وانت شو اسمك؟ جواهر علي. هيا الله جواهر. وانت؟ غادة يوسف. غادة يوسف. مريم فيصل. مريم فيصل. لولوة محمد. لولوة؟ لولوة محمد. حياكم الله يا بنات. اليوم عندنا يعني حظكم حلو، الفنانة راح تعلمكم أصول الرسم، أكيد أنتم في المدرسة متعلمين شوي، بس بعد هي عندها طريقة ثانية، فخلنا نشوف إيش راح تعلمكم، وأنا بقعد هني جنب بعد اللوحة، اللوحة اللي شفناها اليوم لوحة العيد الحلوة. وطبعاً أنت كمدرسة ما شاء الله عليك عندك هذه التجربة. راح أوزع عليهم الدفاتر. انزين وزعي الدفاتر و وحياتك تقعدين جنبي عشان بس نبان في الشاشة كيف راح نعلم الأطفال. حالاتين حالاتين على بناتي. يلا وزع ورقة ورقة أحسن. يعني طبعا انت عندك هذه التجربه في التعامل مع الاطفال وشلون تحببينهم بالرسم وشلون تنمين الهوايه عندهم مع الاطفال. فاحنا الحين بنشوف تجربتك وبنتعلمها عشان نطبقها مع عيالنا. انتبهي معانا يا نيله.
وزعنا اوراق والحين بنوزع الالوان. شنو نوعيه الالوان الحين اللي ودك تشتغلون فيها؟ انا اشوف الالوان الشمعيه افضل. شمعيه افضل. هذا القلام الرصاص. الحين احنا عندنا هني ثلاث انواع او اكثر من الالوان، عندنا الخشب والشمعي وعندنا اللي ممكن نستخدمها. بخلي بنات هني ثنتين يلون ثلاثه يلونون بالخشبي. اوكي. والمائي وهني بالالوان الشمعيه، اوكي. عندنا الالوان المائيه. هذا داخل قلم. شنو الاكثر يعني الاطفال اللي يحب يميلون لاكثر؟ ايش نوعيه الالوان؟ هل الخشبيه ام المائيه ام؟ يعتمد على كل طالبه هي شنو تحب الالوان. هي شنو تحب وكيف مرتاحه مع الاستخدام. حياك الله عندنا عشان توضحين لهم ويكون باين للكاميرا. يلا خلكم اسمعوا الابله ايش راح تقول لكم. ايش راح يرسمونهم عموما؟ تعرفون طبعا ان الحين احنا في مناسبه ايش؟ مناسبه ايش يا بنات؟ العيد. شلون نعبر عن فرحتنا حق العيد؟ لا مو شخصيه كرتونيه، نعبر عن نفسنا. انا الحين ايش لابسه وشنو كاشخه بشنو؟ فستان. فستان حلو شنو مال ايش؟ هاي فستان مال العيد. وين حابين نرسم نفسنا؟ نرسم نفسنا قناه الريان؟ مستانسين احنا محتفلين بالعيد؟ اول شيء نرسم نفسنا لابسين فستان العيد. ونرسم بعدين مكاننا في وين بيكون؟ اوكي. كل واحدة ترسم هي شنو لابسة في العيد فستان. ايش بترسمين؟ ها ايش قالت الأبلة؟ ايش نرسم؟ نرسم فستان. فستان. زين. يلا نبدأ. شوف أسرع واحدة ترسم. كل واحدة بترسم نفسها؟ فستان العيد. يعني ارسمي شكلك عيونك شعرك. كل واحدة ترسم بنوتة اللي هي تعبر عن نفسها في ايش؟ لابسة الفستان للعيد. طيب هو الحين هل هم صحيح انهم يبدون من نص الورقة مثلا؟ اي راجع لهم بالطول. هل راح يكفيهم ان يرسمون الفستان مثل ما يعني ودك انت تعلمينهم اياه؟ انا اخلي مطلق الحريه حتى في انا كمعلمه ارويهم نماذج وارد اشيلها. ليش؟ لان انت لو حطيتي قدامي لوحه وفيها نقطه راح كل الصف يسوي لي النقطه. اها فهمت. ما راح يكون في نوع من الابداع. تتركين لهم الحريه انهم يختارون. ممتاز. موضوعكم مفتوح. يعني كلهم انزين لاحظتي ان كلهم اول شيء بدأوا طبعا رسموا الراس. طبعا هاي الشيء الاساسي. اي نعم. يعني اشوف دائما البنات لما تيجي تقولي لهم عبري عن نفسك وعبري انك لابسه شنو فستان، هاي الشيء وايد محبب لهم. اي نعم. اي نعم. وكل رسمه اصلا بتطلع مختلفه عن الثانيه، شيء طبيعي. رسموا فستان حلو واللي امس كنتوا لابسينه في العيد. ايش كنتوا لابسين امس؟ اي لون لبستي امس؟ لون ابيض وازرق. ابيض وازرق، وانت اي لون لبستي امس؟ ابيض وازرق. بعد ابيض وازرق؟ لا تقولي لنا ابيض وازرق بعد نفس الشيء؟ ذهبي. ذهبي، الله. خلينا نشوف. ما شاء الله عليهم. يعني تقريبا هم وصلوا نص الرسمة. الله. طبعا احنا راح نكمل مع بناتنا ورسوماتهم، لكن بنستكمل معاكم. اذا تذكرون امس احنا كنا في حزايه وما خلصناها، اليوم راح نستكمل الجزء الثالث من الحزاوي اللي بديناها طبعا في رمضان وما زلنا مستمرين فيها. خلكم معانا. يا عيالي تتذكرون القصة اللي قلت لكم هلا هلا يا متشو؟
يلا صلوا على النبي خلنا نكمل لكم القصة. صلى الله عليه وسلم. يوم عاد خلصت بيزوتهم يو قالوا حق الصاع انت رس ذهب ابدا ما في حديده ما حد متحت انت رس ذهب ابدا ما ينترس ذهب قال شك ولا الله هذه مو بصاعنا قال له رايلها انا ما قلت لها شو تعطي هذه لا تقولي نقحت صار شو ما صار انت كله تعلمين الناس وتعلمين الفريج وتعلمين ربعك ها اكو ردولنا حديده خالي ما ما تنترس ذهب ولا شيء قالت الشك ولا الله وحين فلوسنا خلصت شو نسوي قال بروح احطب مره ثانيه على الله على الله يجيني الريال ويعطيني شيء في خير راح وطاخ وطاخ في الحطب الا يايها الشيبه بعد ضيعت الصاع ابو الذهب قال والله ان خذوه عني وغصبا عني قال لك ان هالمره بعطيك عصا تجيب لك ذهب وتستانس فيها قال فرح الريال راح الريال الشيبه بيته وياب له عصا شكبرها قال له هاك اركزها في وسط الحجره وقول لها هلي هلي متشوب تترس لك الحجره كلها ذهب لكن لا تدخل عليك حد من عيالك ولا تدخل حد قال له ان شاء الله قال اقمرته صكي علي الباب من برا ولو سمعتيني ايش ما سمعتيني لا تبطلين علي الباب لين تنترس الحجره ذهب حط العصا وقال لها هلي هلي متشوب ويقول العصا وتتحول مارد هالمارد قام يكفخ الريال تكفخ وهو يصارخ الحقوني بطلع علي ومرته وعيالي يطلون عليه ما يعرفون ايش فيه قال لهم لا تبطلون علي والمارد يكفخه يكفخه ما يسمعون الا صوته لين الريال طاح عرضي مغمى عليه قال له تستاهل ونفودك لين ضيعت اغراضك ضيعت الصاع ضيعت السفره وضيعت العنز تستاهل يوم الريال طاح مغمى عليه العصا ردت مثل ما هي قام اليوم ثاني الصبح قعد طق الباب على المرأة هو عافيته مكسرة خذ العصا وين رايح وين رايح وين الذهب قالت قال لها ما في ذهب ولا في شيء هالعصا بوديه البحر بقطها قالت ليش السالفة قالت قال أنا من قلت لها هلا هلا متشوه كسرت عافيتي طلع لي ذاك المارد وكسر عافيتي تكسر شو اسوي الحين بودي العصا البحر قالت لا لا توديها عندي فكره الحين المره تقول قالت انا بوديها حق جارتي وبشوفها خلي ترد علينا صاعنا بقول لها عن العصا ان تجيب لنا ذهب ودت العصا حق جارتها وقالت لها تحملي بعصاتي انا هاي العصا من تركزينها في وسط الحجره تترس لك الحجره كلها ذهب وانا بروح شوي وبايع قالت لها ان شاء الله وركزت العصا هي وريلها نادت ريلها المراه وعيالها وركزت العصا قالت هلا هلا ما تشو وتقوم ويتحول مارد ويضربها للبيت كلهم يكفخهم تكفخ هي وعيالها وريلها قال ردوا الصاع ردوا الصاع على الريال ردوا الصاع على ريال المارد خرعهم قالوا يلا بنرده الله عنا من الحين من هذه بنرده قامت المراه تركض بالصاع والعصا تكفخ في ريلها وعيالها لين طقت الباب على جارتها وعطتهم الصاع وردت بسرعة عيالها كلهم مغمى عليهم وريلهم مغمى عليه والعصا رد عصا مرة ثانية جاتها جارتها مرة ثانية خذت من عندها العصا وردها قالت هاك ودها حق الراعي الحين قول له حق الراعي هاي كش غنمة فيها وقول له تحمل تقول لها هلا هلا متشو تحمل وشوف ايش يسوي عطاها العصا وقال لك ايش فيها غنمك وتحمل تقول لها هلا هلا متشو لان قلت لها كذي تترس لك البر كله ذهب قال صدق قال له بعد انا ما قلت لك عن العنز ذيك الايام كذي قال اي والله انت صدق يعني بس انا ما ادري بعنزك ما اعرف سوى نفسه انه ما يعرف عن عنزك شيء خذ العصا وهو في البار يطق غنمي ويقول هلا هلا متشو وتقوم عليه ويستحول ذاك المورد ويكفخ الراعي تكفخ قال له اسكن اسكن عني اسكن عني قال له رد العنز رد العنز على راعيها ويروح يدبت صوب البيت والمورد وراه يكفخه يكفخه لين ير العنز ودوها حق راعيها استانس الريال شوف العنز الحين رد له الصاع ورد له ردت له العنز الحين باقي شنو؟ باقي الحين ها؟ السفرة باقي السفرة الحين السفرة اللي تجيب شنها والأكل والنعمة ويروح صوب التاجر خذ عصاته وروح صوب التاجر الريال
وقال له يا تاجر هذه بدال السفرة عندي عصا من تقول لها هلا هلا متشو تشتغل على هذه تجيب لك الذهب تترسها مجلسك كله ذهب. استانس التاجر عزم التجار كلهم ووقف العصا في وسط المجلس وقال لها هلا هلا متشو وتقوم على التجار تكفخهم والتاجر للعود مو انسدح ما يقدر يقوم دبته ايش كبرها مثيل من الاكل اللي كله من السفره صار شمتنه وتقوم وتكفخه لين هو تسدح وتشردق يقول له المورد يقول له رد السفره رد السفره على راعيها رد السفره قال رد السفره يصوت على الخدم رد السفره رد السفرة على راعيها ويقومون الخدم يدبشون ياخذون السفرة ويدبشون بيت الفقير ويعطون هاك سفرتك بس روح وقف عصاتك عن التاجر مسكينك ويتلوى ما يقدر يتدربح بالميلس من الضرب ويروح له الليمون مغمى عليه وياخذ عصاته ويرد حق مرته قال الحين الحمد لله ردت لنا اغراضنا استانس قال حق مرته بس قومي نروح بلاد ثانية ما حد يعرفنا فيها ياخذون عنا الاغراض وقال لك مرته وعياله تحملوا تعلمونا حد شنو عندنا شنو ما عندنا في بيتنا واستانسوا وعاشوا في سعادة وهناء والحمد لله على فضله وعلى نعمته. طبعا مشاهدينا شفنا أمينة البدري ما شفناها مع بعض قالت حزاوي القديمة وهذا الجزء الثالث كملته يما شلون الحزاوي القديمة اللي كنت تقولينها حق عيالك؟ والله انا كانوا يقولون لي حزاوي ما كنت يقولون لك يعني انت بعد ما تعرفين الحزاوي ما كنت تقولي حق عيالك دائما لا والله ما اقول ما يعني مو بذاك الزود يعني الحزاوي حزاوي بسيطه اللي هي كل نعرفها اللي هي سيتر على ما يقولون هذه اللي هي يعني كلنا حتى عيالنا الحين الصغار حافظينها صح وحلو بعد يمنى الحزاوي اللي يقدمونها وتقولونها حق العيال هي ترجع يعني تخليها دائما موجوده في بالنا ودائما نتذكرها نتذكرها والله يما صرنا ننسى ولا كنا يما حزوننا ويما علمونا فصغرنا نتذكر لكن احلى والله يما ما عاد يعني كل حزاوي يمكن تذكر منها كلمتين والباقي ما يندر احنا ناخذها من اولها ولا من نصها الحين ما عاد شو اسمه وحين على ما قلتين كلها من القصص المدرسية وغيرها اللي يأخذونها وإنه والله مش بعد إحنا حافظ بشيء من الحزاوي يعني ولا يا ماما ضاعي حزاوينا بعد إحنا من حزاويهم الله يقويك حبيبتي ما راح نكمل طبعا راح أكمل معاك الحوار مشاهدينا بعد مرة ثانية نشكر طبعا صاحبة مشروع ماي فير على فالة العيد اللي قدمتها لنا في صباح العيد وأيضا ندعوكم للمشاركة في طبعا التواصل معنا على هاشتاج برنامج صباح العيد على الفيسبوك والتويتر وايضا متابعتنا على سناب شات الريان وايضا مشاركتكم في برنامج طبعا اللي راح يعرض الساعه 3 هو برنامج يا العايده وايضا طبعا راح يعرض طوال ايام العيد في مول الخليج خلكم ويانا وبعد لا تنسونكم تاخذون عيالكم وتودونهم لمول الخليج عشان يشاركون معنا في برنامج يا العايده الحين خلونا نروح لفاصل قصير ومن بعده نرجع نكمل فقرات صباح العيد Thank you.
مباركين وسعيدي عيدي علينا مباركين وسعيدي العيد هلو تبارك واسعدنا والله بقدومه يا ربنا فيه تبارك وعلينا كل عام دومه وعلينا كل عام دومه العيد العيد مو بس فرحه ولا تهاني القرايب العيد فرصه تصافي بين كل الحبايب ما بين كل الحبايب العيد هلو تبارك واسعدنا والله بقدومه يا ربنا فيه تبارك وعلينا كل عام دومه وعلينا كل عام نعود لكم مشاهدينا وطبعا ما زلنا مع ضيفاتنا وما زلنا مع بناتنا وبناتنا بدوا ما شاء الله يلونون وانا قاعده اصورهم سناب طبعا تابعوا على سناب الريان دوت تي في لكن خلوني اشوف هني تفاصيل البنات شو رسمتي لنا؟ شو رسمتي؟ بنيه البنيه وبعد شنو في رسمتك؟ التلفزيون مكتوب عليه قناه الريان اوكي قناه الريان وبعد ايش حطيتي؟ الله انا اشوف شباك ايه ستاره واشوف شباك من برع الاشجار تبين ما شاء الله عليك حلو حلو رسمك زين قولي لي انت لين كبرتي ايش تبين تصيرين هاي فنان هاي رسامه الله هذه اول فنانه عندنا اليوم اول فنانه يلا قولي لي وانت لين كبرتي ايش تبين تصيرين رسامه بعد رسامه انت اصلا فنانه شوفي باين من الالوان ما شاء الله عليك حلو حلو ما شاء الله عليكم خلنا نقوم عند الباقين نشوف في منهم بدا تتلون ومنهم اللي ما بدا طيب قولي لي ايش رسمتي رسمت بنت بنت لحظه خلنا اسمعتي بنت وبعد شنو ستاره وكرسي ستاره وكرسي وبعد الله حطيتي مزهريه بعد اشوف انا وايش تبين تصيرين لين كبرتي زي المدرسه مدرسة الله مدرسة أي مادة؟ اللغة العربية لغة عربية أجمل لغة هذه شوفي مدرسة اللغة العربية من الحين شاطرة يلا قولي لي وانت ايش تبين تصيرين؟ محامية شلون؟ محامية وفنانة في نفس الوقت رسامة إن شاء الله الله ينولكم ومرادكم ايش رسمتي لنا؟ بنت إيه؟ معطتنا ظهرها ودريشة وستارة طالع أوكي طالع الحديقة الله. وبنت وتلفزيون مكتوب عليه قناة الريان الفضائية بنتين رسمت بنتين اوكي المحامية قالت لنا رسمت بنتين السلام عليكم من دمجة لولو قولي لي ايش تبين تصيرين لين كبرتي مدرسة مدرسة اي مادة العربي بعد عربي عندنا مدرستين لغة عربية الله ينولكم مرادكم ايش رسمتي لنا باب وبنية والتلفزيون المكتوب عليه قناة الريان الله والدريسة وكرسي يعني ملاحظين الله يوفقكم إن شاء الله لاحظنا أنهم رسموا تقريبا المكان اللي احنا قاعدين فيه تقريبا
وطبعا باختلاف الالوان، هم ما شاء الله عليهم عندهم الالوان ومختارين اللي يحبونه، لكن الوانهم الوان فرحه ما شاء الله لا اله الا الله. طيب فنانتنا خلينا نتكلم عاد عن لوحتك الحين. اشرحي لنا الالوان اللي اخترتيها وكيف ان هذه اللوحه خليتيها او قلتي ان هذه فعلا من لوحات العيد، شلون عبرتي فيها؟ العيد ما يكمل الا بالورد، يعني حاولت اعبر فيه بالالوان الاصفر والوردي، هاي استخدمت الالوان الكريليك وحاولت انجزها يعني بسرعه. وتقريبا ما شاء الله ما شاء الله الالوان الثابته، يعني اخذتي عندنا الاصفر الوردي وفي درجات، وعندنا اللون الازرق، ورسمتيها ما شاء الله عليك بكل سهوله وبسرعه ما شاء الله لا اله الا الله. فمثل ما قلتي فعلا احنا العيد دائما نعبر فيه عندنا بالورد. والبنات هني ما شاء الله في منهم اللي رسمت حديقه وفي منهم اللي رسمت المزهريه، وانا اشوفهم بداوا ما شاء الله يلونون. بناتنا كلهم موهوبات وكلهم ما قصروا ورسموا الموضوع وايد حلو ما شاء الله عليهم. زين بنات احنا نبي نعطي عيديات ولا اعطيكم بعدين؟ من يبي عيديه؟ من يبي عيديه؟ يلا خلينا نشوف. شو اسمك؟ جواهر. احنا كاتبين اسمك عيديه جواهر، تفضلي يا جواهر. كل عام وانت بخير، عيدك مبارك. امس كم حصلتي؟ كم؟ ما تتذكرين؟ مستحيه. امك بتقول لنا كم حصلتي. شو اسمك؟ لولو زايد. لولو زايد، عندنا ثنتين لولو، هذه لولو. امس كم حصلتي عيديه؟ 1000. واو، ايش بتسوين فيها؟ ما تدرين. خلاص خليها لازم انت تتعلمين شلون تخلين جزء من فلوسك عشان تستفيدين منه وجزء تصرفينه. ذكرينا باسمك. غاده يوسف. غادة كم حصلتي أمس؟ 180. زين اليوم يا غادة بنزيد العيدية، وشي يصرفي وشي يخلي. أنت شو بتسوين في العيدية أصلا؟ ما أدري. غادة قالت هي بتصير مدرسة لغة عربية إن شاء الله. قولي لي شو اسمك؟ مريم فيصل. مريم كم حصلتي أمس؟ 1300. ايش بتسوون فيها؟ بخشها في الخزنة. عندك خزنة؟ مو بحصالة؟ ما شاء الله عليك. تفضلي يا مريم، عيدك مبارك. ونروح حق لولو الصغيرة. يا لولو مدرسة اللغة العربية، لولو أمس كم حصلتي؟ ما تدرين؟ زين اليوم احسبيها وقولي لي ايش بتسوين في العيدية؟ بعد ما تدرين؟ ما بتشتري فيهم. ايش بتشترين؟ ملابس. ونص العيديه خشيها. تفضلي، عيدك مبارك. ما شاء الله عليهم، الله يخليهم ويبارك فيهم. اذا خلينا فنانتنا ننتقل عند نيله ونسولف معاها شوي، وضيفتنا ام فاطمه وسوالف اول وسوالف العيد. واول يا يما ما نحصل فلوس مثل الحين. صح، تختلف العيديه يما بين قبل والحين. وتشوفين بعد طبعا الحين العيديه اكثر من قبل. لكن لو بعد بنتكلم عن عيدية قبل، شلون كنتوا تسوون فيها؟ هل تخشونها؟ هل مثلا تصرفونها كلها؟ والله يا امه عيدية لو ايش اقول لك؟ الشاطر اللي بحصل له 10 و50 وايد عاد فوق منها بتنخش. على حسب كم بيت درتي. كم بيت درتي بنص اليدين الوقع وكم حصلت. لكن ما يودونها يعطونها امهاتهم. ولا مش مثل ما تدري، لا فيها الالعاب تبي فلوس ولا تبي غيره. صحيح. الوناسه هي رزيف ومراداه وغيره، هذا يعني ما هو مثل الحمد لله مثل اليوم الالعاب وايد والرفاهيه حق البزران. يعني بعد العصر خذوهم ودوهم من بنيوس ودوهم حق الرزيف، النسوه منهم يتقاسمون حق المراداه يرادون. والرزيف مثل 7 ايام مش حلاته مش زينه. هل اللي بيحصلونه ترى الاول في بركه، الحين الالف وقفوا فتفتوا راح بابا حق الالعاب ما يكون يزيدونهم بعد ترى حق يلعبون الله يخليهم. زين يما احنا كل سنه في اليوم الوطني عندنا المراده،
يعني مسابقة بين المدارس، وانت الحين تتكلمين عن المرادة، قبل كنتوا تحرصون ان الكل يحضر المرادة ويشوفها او يشارك فيها؟ إيه، أول المرادة يوم ما بحق البنات، هي المرادة بس في العيد، في العيد إيه؟ المرادة ما بحق البنات الصغار، المرادة حق البنات، حق يعني نسوانك، نسوان بنات كبار وحليم وهذا، إيه لهم أماكن مثلا مستورة ويرادون إيه أغانيهم على فرقانهم، على أهاليهم، على مشايخهم، على هذا يعني أنا ماني بحافظة منها، شكل لا تذكر منها هي كلمتين لزجات هذه لأن الحين في مخيلتي ما أنساها، وأنا عمري ما رديت، لكني أروح تروحين تشوفين أشوفه أصغر من المرادة يعني إيه يعني، لكن أتذكرها كانت بعد ولا هو من شو اسمه، كانت الله يرحمها حافظة من حليمة مرزوق الله يرحمها عليها رحمة الله، كانت تغني آمين يرحم المسلمين، ودائما اللي حفظته بيت اليبري الكبير فيه أمنة تستدير، أنا ما أحافظ قيل الكلمة ولا قيل هاي اللي ركز هذا اللي ركز يمك هاي اللي ذاكر يمك ما في يعني هاي المرادة الرزيب بعد كذلك في الرياييل يغنون على مشايخهم على بلدهم ممكن عارفين يعني هذا شو اسمه ما في النسوان التفرج تكون في الخلف الرياييل قدام يرزفون يعلمون عيالهم من الصغر شلون يمسكون السيف شلون يتعلمون شلون غيره هذا يعني ما عندهم ذاك الزود يعني حق هذا فرحتهم بس اسبوع مو بالحين اكثر من اسبوع الالعاب والمولات ما شاء الله متروسه ولسه الدنيا تغيرت عاد كل وقت وله ناسه الحمد لله الله لا يغير علينا كل شيء تغير الحمد لله الله يدومها نعمه امين الله امين الزوال يا ربي حافظ اميرنا ان شاء الله امين وعيالنا حبايبنا خليك لهم ان شاء الله يا رب احنا كنا نتكلم عن طبعا العياد اول لكن بعد احنا عندنا يعني في العيد من الاشياء المميزه هو ان فعلا الاطفال يلعبون يمرحون وما الى ذلك هل كانت يعني هل من ضمن الاشياء اللي انت تدرسينها ان فعلا يجسدون خلينا نقول ايام العيد يعني اذا كانوا الحين مثل البنات الحين عندنا جسدوا فرحه العيد ان كل واحده رسمت نفسها بالفستان ايش الاشياء الاخرى اللي تطلبينها من الاطفال ان فعلا يجسدون فيها فرحه العيد بالنسبه لعيد الفطر دائما يكون احنا طالعين في اجازه بس بالنسبه لعيد الاضحى مرات يكون مع الدوام فقبلها بفتره نطلب منهم يسوون بطاقات للعيد معايده جميل ايش تحتوي البطاقه بطاقه يرسمون فيها خرفان يحطون فيها قطن وفيها خامات مختلفه فيعني الطلاب جدا ينبسطون بهالمواضيع خاصة يعني مرحلة الصغار التلوين أكثر ولا الاستخدام الخامات الأخرى قص لزق كل هالأمور يميلون للتلوين ويميلون للأشغال أكثر الأشغال أكثر أكثر كلهم طبيعتهم بعضهم يتمللون من التلوين ما يبون يسوون التفاصيل كلها بس بالأشغال يستانسون أكثر يعني يحطون هيك الخروف عين يحطون القطن ويقصصون ويلصقون فهالأشياء محببة عند الأطفال والله شيء حلو يعني إذا هم حابين فعلا الخامات يمكن قبل احنا كله كان عندنا في التدريس اللي هو التلوين اكثر من استخدام الخامات الحين صار عندكم صار موجود ان تخلون الاطفال يستخدمون الخامات طيب هل هناك مثلا تلاحظين ان في ابتكارات عندهم في استخدام الخامه نفسها احنا بالنسبه لي كمعلمه الدروس اللي تنعطى طبعا تكون محطوطه ضمن خطه بس في شيء اللي هو على الفرصه المجال مفتوح للطالب يجيب الخامات يبي تبي تتعلم اي نوع من الخامه او لون حلو. أنا موجودة لها وأنا أعلمها والله ممتاز وفي إقبال من عند من الطالبات والله ما نقدر ناكل حتى على الفرصة كلمة الطلاب الله يعطيك العافية يحبون والله يعني يحبون مادتنا يعني حتى يزعلون لو مثلا صار من الحصة خذوها عشان يعطونها مادة ثانية تحسين الحصة متنفس لهم توني بقول لأن فعلا يشعرون أنها متنفس لهم يعني اليوم الدراسي شوي طويل وثقيل على الطالبات لأن كل اليوم الدراسي أكاديمي فعلا لما تدخلين الفنيه تصميم يصممونه تحسين انه بعد يعطيهم شويه رفاهيه صحيح الله يعطيكم العافيه والله ما تقصرون على الاقل يعني عندهم متنفس في اليوم ما بين ممارسه رياضه او ما بين الفنيه يعطيك العافيه فنانتنا التشكيليه لينا العالي وكل عام وانت بخير كل عام وانت بخير ويعطيك العافيه يما والله يقويك وكل عام وانت بخير يا يما الله يرحم والديكم جزاكم الله خير احنا وياكم ان شاء الله من العايدين والفايزين امين ان شاء الله امين وبعد نشكر شيعه بنوتاتنا الحلوات اللي شاركونا اليوم
للحين يرسمون ويلونون ما شاء الله عليهم. الله يحفظهم يا رب. هذه المتعة اللي تكلمت عنها ان على الفرصة يطلعون يلونون. عموما مشاهدينا في النهاية نختم صباح العيد وياكم، ان شاء الله عيدكم دوم مبارك ينعاد عليكم بصحة وعافية. كواليسنا اليوم وامس تابعوها عبر سناب شات الريان دوت تي في، وندعوكم للمشاركة واطفالكم في برنامج يا العايدو في مول الخليج، الحضور الساعة 3 وطبعا هو راح يبدا الساعة 4 طوال ايام عيد الفطر المبارك. نكرر لكم التهنئة مشاهدينا وعيدكم مبارك، والله يجعل ايامكم كلها ان شاء الله اعياد. راح نشوفكم ان شاء الله على خير يوم الثلاثاء المقبل في برنامج الصباح رباح بعد انتهاء فترة اجازة العيد. الصباح رباح راح يكون معاكم من الساعة 10 وهذا موعده الجديد. راح نشوفكم على خير، فمان الله. مع السلامة. ومن العايدين من العايدين، ومن الفايزين من الفايزين إن شاء الله. ومن العايدين من العايدين، ومن الفايزين من الفايزين إن شاء الله. ومن العايدين من العايدين، ومن أحباب إخوان إخوان جاي.